عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. فيديو النهاردة عايزة اتكلم فيه معاكم عن شوية نقط مهمة جدا لو انتوا ناويين تسافروا اي رحلة صيفية او حتى رحلة شتوية. حاجات مهمة جدا لازم تعملوها علشان تأمنوا على البيت وتأمنوا على حاجاتكم اللي هتاخدوها معاكم. انا عشان وقعت في مشاكل كتيرة في موضوع السفر ده، واني ارتب شنطتي واني اخد بالي من الحاجة اللي انا سايباها في البيت والحاجات دي كلها، فلميتهم لكم كده في كام نقطة وهقول لكم عليها دلوقتي بالترتيب. اول حاجة لازم لما تيجي تمشي من البيت لازم تأكدي ان انت قافلة الكهرباء كويس جدا، يعني تأكدي ان انت شايلة فيش، حتى لو سايبة فيشة حاجة في الكهرباء تشيليها. من ضمن الحاجات دي فيشة غلاية المية، لو سديها في الكهرباء فيها خطورة. عموما حتى لو انت مش هتسافري، فالمهم انت تشيلي كل فيش الكهرباء من الكهرباء نفسها وتشيليها خالص، ما يبقاش في حاجة خالص متوصلة. كمان ما تسيبيش كل الغسالة، شيلي فيشتها. لو انت ما فيش حاجة في التلاجة خايفة عليها، ويستحسن برضو لو انت مسافرة فترة طويلة، اسبوع اكتر من اسبوع، ان التلاجة ما يبقاش فيها حاجات انت خايفة عليها افصليها. يعني ممكن الفريزر، احنا بنشيل فيه حاجات كتير، فممكن الفريزر يفضل متوصل، بس غير كده حاولي تشيلي كل الفيش بتاعت الكهرباء من الحيطة خالص نهائي، ما تسيبيش اي حاجة متوصلة بالكهرباء، عشان لا قدر الله لو حاجة حصلت ما يبقاش ماسك كهربي، يعني نبقى قادرين نسيطر على الموضوع. تاني نقطة برضو من ضمن الحاجات الامان، انك تقفلي الغاز. لو انت شقتك غاز اقفلي الغاز اللي جنب البوتاجاز على طول، واللي موجود جنب العداد اقفليهم، وامني على زراير البوتاجاز انها مقفوله كويس. لو انت ما عندكيش غاز يبقى اقفلي الانبوبه، اقفليها كويس جدا، واعملي علامه ان انت قفلتيها، عشان احنا دايما بننسى الموضوع ده. اعملي علامه ان انت قفلتيها عشان تتاكدي انك قفلتيها، وبرده امني على عيون البوتاجاز. برضو حاجات مهمة جدا لازم تعمليها انك تأمني على المخارج الصرف، يعني البلعات بتاعت الحوض، بلعات الحمام، بلعات المطبخ، بلعات الغسالة، اقفليها كويس، لان ممكن يدخلك منها حشرات، وخصوصا ان البيت هيبقى هادي، مش هيبقى فيه حركة كتير زي ما انت عايشة جوه البيت، فمش هيبقى فيه حركة كتير زي ما كنت موجودة. فحاولي تأمني، يعني مثلا ممكن تجيبي مبيد وتحطيه على قماشة، وتحطي القماشه دي على البلاعه وتقفلي البلاعه كويس. بلاعه الحوض برضو ليها سدادات، ممكن تجيبي قماشه وتحطي فيها المبيد ده وتقفليها كويس. لو عندك فتحات ناحيه الشبابيك او اي حاجه مفتوحه كده مثلا، ممكن برضو تحطي قماشه فيها المبيد ده، وتامني على مخارج الحشرات من كل فتحه عندك في البيت. الحاجه اللي بعد كده الشبابيك. كتير مننا بيسافروا وبيفتكروا ان هو خلاص انا بقى قافله الشيش وقافله الشباك ومش عارف ايه، فخلاص البيت مش هيتكركب. في الشتاء خصوصا البيت مهما كنت قافله البيت بيتكركب، فانت احسن حاجه ان انت زي ما قلت لك كده من شويه تجيبي قماشه تقفلي بيها الشباك، وكمان تحطي حاجه تقيله ورا الباب. لو انت في الشتاء مسافره في الشتاء، تحطي حاجه تقيله ورا الشباك والبلكونه، علشان لو في هواء او في نو او اي حاجه التراب ما يخشش جوه البيت. وممكن برضه تحطي ملايات او قماش ابيض زي ما كانوا بيعملوا البدنه زمان على الفرش، عشان تضمني ان التراب ما يخشش. لو انت مسافره في الصيف نسبه التراب بتكون اقل شويه، بس برضه نصيحه انك تقفلي كده. لو انت ما عندكيش قماش كتير قوي كده علشان تقفلي بيه الشباك والحاجات دي كلها، اقفلي الشباك كويس، شيش وازاز، وحطي الستاير، نزلي الستاير على الشباك عدل، علشان لو في تراب او اي حاجه الستاير هي اللي تصده، فيبقى واقع بس تحت الشباك وتحت الستاره، ما يبقاش داخل جوه الشقه، يبقى نسبه التراب قليله. النقطه اللي بعد كده هي نظافه البيت. دايما اول حاجه فكري فيها لما تيجي تقرري انك هتسافري، انا لما هرجع البيت هيبقى نظيف ولا مش هيبقى نظيف. فخصصي كده يوم قبل ما تسافري مثلا بثلاث ايام ولا حاجه، نظفي بيتك كويس جدا. لو عايز تغسلي سجاده اغسليه، لو عايز تنفضي كويس تنفضي، اعملي اللي انت عايزاه، نفضي بيت كل كويس جدا، علشان لما تسافري وترجعي تقدري تحددي اذا كان البيت اتبهدل بعد انت مسافرتي، ممكن تسيطري عليه ازاي. هل انت محتاجه تجيبي نجار يظبط لك الشبابيك؟ هل في مشاكل عندك في الباب بتدخل تراب وهكذا؟ فلما تنضفي البيت تقدري تسيطري على اي مشاكل تانية ممكن تجيلك في البيت. تاني حاجه برده لازم تفكري فيها قبل ما تسافري خالص،
انتوا لما هترجعوا هتاكلوا ايه. غالبا كل الستات ما بتحبش موضوع ان هي تجيب اكل من بره، فنصيحه لو انت حابه ان انت لما ترجعي من بره من سفريتك وكده ما تتعبيش نفسك كتير، ممكن قبل ما تسافري بيوم تعملي اكله حلوه وتحطيها في اطباق فويل او في اطباق اللي تقدر تخش تتسخن وتشيليها في الفريزر. لما ترجعي يدوب تطلعيها تحطيها في الفريزر وتقعدي تاكلي بقى الفرن، شوفي وتبقي مرتاحه من السفر. ممكن تقعدي يومين كمان تاكلي من الاكل ده، هتبقي ترتاحتي من السفر وكمان ما طبختيش، وكمان مش مضطره انك تنظفي البيت وتطبخي وتعملي كل الحاجات دي. يعني هتقعدي كده يومين ثلاثه ترتاحي من السفر والراحه والجاية. كمان الحاجات المهمه اللي لازم تعمليها قبل ما تسافري هي انك تتاكدي تماما ان كل حاجه انت عايزاها في السفريه دي تاخديها معاكي. يعني مثلا انت مش ضامنه ان انت ممكن تروحي مكان، لو انت رايحه على شقتك اكيد ممكن تلاقي فيها، لو انت مش شقتك بقى وراحه اوتيل او كده وانا هحط لكم برده في الديسكربشن بوكس لينك موقع تقدروا تحجزوا منه اوتيلات، وفي خصم خاص ليكوا 10%. احيانا الاوتيلات ما بيبقاش فيها حمام وما فيهاش صابون ما فيهاش، فانت برده تاكدي ان انت تاخدي الحاجات دي، تاخدي الصابونه بتاعتك، تاخدي الفوطه الخاصه بيكي، تاخدي الشامبو، تاخدي الكريم حمام الكريم، تاخدي حمام الزيت لو انت عايزه، تاخدي سان بلوك، تاخدي كريم الترطيب، تاخدي كل حاجه انت عايزاها، وكمان تاخدي الميك اب، تاخدي كل حاجه انت محتاجاها. ودايما خلي عندك لو انت مثلا مقرره ان احنا هنسافر الشهر الجاي، طول الوقت لازم يبقى معاكي نوت بوك كده تكتبي فيها كل الحاجات اللي انت عايزاها. انا عايزه اخد شنطه الميك اب، عايزه احط فيها كذا، عايزه اجيب الشواجال، عايزه ارتب حاجاتي، وترتبيها وتفضلي تكتبي في الورقه وتحطي في دماغك دايما ان انت عايزه الحاجات دي فتجيبيها تحطيها في الشنطه. وكمان الورقه دي هتنظم لك حاجات كتير قوي، ان انت لما تيجي ترجعي من السفر مش هتضطري ان انت تقعدي تلفي في الشقه وتلفي في الاوتيل وانا نسيت كذا وما نسيتش كذا وحاجه ضاعت مني، لا هتروحي على طول للنوت اللي انت كاتبه فيها وهتشوفي بقى انا حطيت كذا وكذا وكذا في الشنطه، دور عليهم هما فين وارجع احطهم فين في الشنطه. وبس متهيألي دي كل الاخطاء اللي بنقع فيها لما بنيجي نسافر. يا رب تكون النقط دي فادتكم زي ما هي فادتني وساعدتني، ودي مشاكل انا وقعت فيها وحاولت ان انا اقدم لكم حلول ليها. استمتعوا باجازاتكم، رتبوا لها كويس، فكروا فيها كويس، استمتعوا باي وقت حتى لو انتوا رايحين اجازه لمده يوم واحد، استمتعوا بيها على قد ما تقدروا، اضحكوا وانبسطوا. مشاكل الدنيا مش هتخلص، بس ايه اللي هيخلص هو عمركم اللي ممكن يضيع لو انتم ما انبسطتوش وما استعدتوش حيويتكم، ويعني ما انبسطتوش باي رحله. الرحله بالناس اللي هتكون معانا، وحتى لو كنا هنكون لوحدنا لازم نستمتع بوقتنا كله وما نضيعش من ايدينا لحظه واحده من غير ما نبقى مبسوطين. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.